مرحبا بحضراتكم، والفقرة الأولى معانا ومناسبة جميلة جدا أو مهمة جدا. احنا نبدأ النهاردة كمان ونتكلم عن بداية العام الدراسي الجديد وكمان تأثير تحديدا الرياضة على زيادة التحصيل الدراسي تحديدا، وازاي نوازن كمان بين وقت المذاكرة وفكرة ان انا كمان ممكن يعني اربي بطل رياضي عندي في البيت وممكن بعد كده يبقى بطل اولمبي وغيره. فطبعا ملف مهم جدا، خلينا نتكلم في كل التفاصيل دي مع دكتور وسام منير مدرسة التربية الخاصة بجامعة مصر. صباح الهنا وبونجور. صباح الفل على حضرتك، طبعا من الشرفانة ومنورانا. ملف مهم جدا الحقيقة لابد ان احنا نتكلم فيه، والبداية طبعا هنتكلم تأثير ممارسة الرياضة طبعا بخبرتك طبعا الكبيرة على زيادة التحصيل الدراسي. الامر ده لو بنبدأ فيه نتكلم هنبدأ من انهي هدف؟ خلينا نقول طبعا كده الاجازه خلصت، بدانا خلاص في الدراسه، فخلينا نقول طبعا لكل اولياء الامور وكل اولادنا واخواتنا من الطلاب عام دراسي جميل وسعيد وكله تفاؤل وامل ان شاء الله، ونتمنى لهم طبعا يستمتعوا بكل يوم دراسي. عاوزين اللي هو الهدف منه العلم والمعرفه مش الشهاده او التخرج بس، فدي حاجه مهمه جدا كنا عاوزين نقولها في البدايه. طيب فكره بقى التحصيل الدراسي مع الرياضه، في للاسف في ناس كتير قوي عندها مفاهيم غلط عن الموضوع ده، بيبقوا شايفين ان الرياضه بس او ممارسه الرياضه بس بتكون في وقت الاجازه او النشاط الصيفي او فتره ما فيش تعليم ما فيش دراسه ما فيش مدرسه، لكن للاسف ده مفهوم غلط جدا، لان كل الدراسات بتاكد ان طول ما الطالب او اي حد فينا بيمارس نشاط رياضي قد ايه النشاط الرياضي ده بيكون له مميزات عظيمه جدا جدا علينا، من ناحيه ايه؟ الناحيه النفسيه، الناحيه الصحيه العامه، الناحيه الاجتماعيه، والناحيه العقليه او الذهنيه اللي هي بين قوسين التحصيل الدراسي. طيب النشاط الرياضي ده هيساعدني في ايه؟ النشاط الاجتماعي، اول حاجه الناحيه الاجتماعيه، سواء لعبه فرديه الطالب بيلعبها او لعبه جماعيه، اللعبه الفرديه زي مثلا السباحه او الالعاب الدفاعيه زي التايكوندو او غيرها، والالعاب الجماعيه زي التنس او كره الطايره او اي حاجه من الحاجات دي. الالعاب دي انا بشوف ان هي مميزاتها ان هي بتعلمه التعاون، القياده، مهاره ان هو يكون عنده العمل التعاوني او الجماعي، بقى في رولز او قواعد للعبه بتاعته او الفريق اللي هو عاوز يتعامل معاه. فانا المفاهيم دي اقدر اكسبها لابني من خلال ان هو يلعب اي لعبه من الالعاب دي. الحاجه الثانيه الصحه العامه بقى، بالتاكيد اي شخص رياضي او شاب رياضي او بنت رياضيه بيبان على جسمها القوام، دايما وشها منور، دايما بيبقى الصحه العامه عندها عاليه جدا، مختلفه اختلاف كبير جدا عن البدانه. لو طالب او بنت سمينه شويه بنلاقي عندها مشاكل صحيه بشكل عام، بنحس ان هي عندها خمول، عندها كسل. كمان من الناحيه الصحيه في وقت نشاط رياضي او اي رياضه الانسان بيلعبها، من الناحيه النفسيه بنلاقي ان هو ما عندوش اكتئاب، ما عندوش قلق، ما عندوش توتر، دايما بنحس ان هو عنده متحكم في انفعالاته طول الوقت، شخص كده بنحس ان هو فعلا الرياضه بتبقى باينه عليه في تصرفاته وفي كل كلامه وفي كل حاجه هو بيعملها. التحصيل الدراسي بالتحديد فلاقي ان ممارسه اي نشاط رياضي له تاثير كبير جدا على الناحيه العقليه والذهنيه. طول ما الواحد بيعمل نشاط في نفس، زي ما بيقولوا في نفس سريع، بيعمل نشاط للدوره الدمويه بشكل كبير قوي، بيعلي من وظائف الدماغيه المسؤوله عن الانتباه والتركيز والذاكره والتحصيل. فكل الحاجات دي كل ما يكون فيها نشاط عالي اي شخص وبالتحديد طلابنا، ثم بيمارسوا النشاط ده قد ايه الموضوع ده بيكون محفز قوي جدا عشان يساعدهم على التحصيل الدراسي او الاكاديمي. بس مش اي حد بيقدر ان هو يعني مش هقول يفرض بس يعود ولاده ان هم يحبوا الرياضه اصلا، لان احنا في بدايه او الاعمار الصغيره بيبقى غصب عنهم، بعد كده بيكبروا شويه ممكن اللي بيكمل والنسبه الاكبر ما بتكملش. ف ايه اللي المفروض يحصل من الاهالي عشان يقدروا يخلوا ولادهم لا يكملوا ويبقوا سعداء ان هم ابطال في مثلا رياضه معينه، وفي نفس الوقت ما يجيش على حساب المذاكره؟ لان انت عارفه الموضوع ده ملف مهم عند بعض الاهالي تحديدا. خلينا اقول فينا مزاجين من الاطفال، اما الاطفال الصغيرين اللي هم اوريدي بنبدا نعلمهم على يتعودوا على الرياضه ممارسه الرياضه وهم صغيرين فبيكمل معايا وممكن يفصل معايا شويه، في نموذج تاني اللي هو اصلا ما بيلعبش رياضه ولا هو وهو كبير فبدات ان انا اعلمه نشاط رياضي، في فرق بين الاثنين. طيب انا بشوف ان الام والاب عليهم دور كبير جدا في تعزيز او ان انا اشجع ولادي في انهم يمارسوا رياضه. ازاي؟ اول حاجه اختار نوع الرياضه المناسبه لابني، ما ينفعش اجبره على رياضه هو مش حاببها، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا انظم له وقته بشكل كبير، او تنظيم الوقت قد ايه مهم جدا بيساعدني في الاستمراريه. انا مش هدفي ان ابني يلعب رياضه بس دلوقتي في الصيف او في فصل الدراسي بس، لا، أنا لازم دايما أخلق دافع لابني علشان يستمر ويكمل فين في الرياضة بتاعتي. الحاجة الأهم كمان من كل ده إن أنا أستخدم الرياضة كوسيلة لتفريغ الطاقة أو الشحنات السلبية اللي عندي. لو أنا عودت ابني طول ما أنت زهقان
عندك ملل من المذاكرة، عندك وقت فراغ، عاوز تعمل أي حاجة تخرجك من المود أو تحسن الحالة المزاجية عندك، العب رياضة. طيب النادي بعيد عندي، ظروفنا المادية صعبة إلى حد ما، مفيش حد بيشجعني على الرياضة، طب أعمل إيه؟ ممكن أي نشاط رياضي جوه البيت نعمله ممكن إن هو يعوضني عن فكرة إن أنا أروح نادي. زي إيه مثلا؟ إن أنا أمشي حوالين البيت، إن أنا ممكن أجري، أشغل الكاسيت أو التليفون أو التلفزيون على أي أغنية فيها نشاط أو رياضة أو حركة، ممكن إن أنا أفضل أنط جوه البيت، اللي هو التنطيط، أو أي حركة أي نشاط بدني هعمله جوه البيت، قد إيه فعلا بيقدر يديني الطاقة اللي جسمي محتاجها علشان يحصل فيه تجديد، يكون تنشيط للدورة الدموية بشكل كبير أوي. نقطة مهمة، ويمكن إحنا عارفين بقى الفترة اللي فاتت أجازة، خلاص بقى ناس بتنام فترات طويلة جدا، والطلاب تحديدا العكس بيبقى في أرق كبير جدا لما بيتم الصحيان بدري والمدرسة وكده، الأمر ده يعني معادلة صعبة شوية، لكن يعني إزاي يتخلصوا من الأرق ده لأن فترات النوم الطويلة دلوقتي خلاص ما بقتش موجودة؟ طبعا فكرة الأرق دي سيئة جدا، حتى لينا إحنا كناس كبيرة بنحس طبعا التعود، أنا عشان أنام كويس، أو خلينا أقول برضو النوم ده مهم جدا، ان انا نمت 6 ساعات، او ان انا لو نمت عدد ساعات قليله قوي او عدد ساعات كبيره قوي، فالاثنين بيؤدوا الى ضرر كبير جدا. ضرر بيديني اكتئاب، بيخليني قلقان متوتر، الحاله المزاجيه عندي بتكون صعبه جدا، ببقى دايما منفعل بشكل كبير قوي. حاجات بسيطه ممكن تحصل في البيئه، في اي موقف حواليا بنفعل، بقول كلام يعني ممكن يخرج مني انفعالات مش مناسبه للموقف ده. قد ايه النوم ده، في ناس للاسف ما بتاخدش بالها من قيمه ان الانسان لازم ينام نوم صحي، وخصوصا الاطفال الصغيرين، لان انا كأم انا مسؤوله عن ان انا احسن الدوره الدمويه عند ابني، او ان انا احسن وظائف الدماغيه الوظائف النفسيه والاجتماعيه عند ابني من خلال الاكل الصحي، النوم المتواصل وليس المتقطع. ودي نقط مهمه قوي، لان للاسف ممكن الطفل او اعود ابني ينام عدد ساعات قليله او ينام عدد ساعات طويله قوي، فانا لازم يكون عندي عدد ساعات مش اقل من 6 ساعات ومش اكتر من 8 ساعات. طيب انظم اليوم النوم بتاعي ازاي؟ اول حاجه ان انا انظم الساعه البيولوجيه بتاعتي، ابقى عارفه ابني هيروح ينام الساعه كام للسرير، وابني هيصحى الساعه كام، فهياخد مني وقت شويه بس لما هيتعود على ده تبقى حاجه مهمه جدا وحاجه عظيمه جدا بالنسبه لي. الاوضه اللي ابني هينام فيها لحد ما يكونش فيها نور اضاءه عاليه قوي، تبقى اضاءه مناسبه، كمان ما يكونش فيها صوت عالي، كمان الكافيين او شرب القهوه او الشاي اقلله مثلا من بعد الظهر، ما اشربش الحاجات دي على قد ما اقدر، كمان ان التليفون او التابلت او التلفزيون ما يكونوش موجودين جوه الاوضه، واحاول اقلل من ان هو يستخدم الحاجات دي قبل النوم بساعتين ثلاثه. علمناهم ازاي؟ احنا اصلا بنعمل الحاجات دي. ما انا بقى انا القدوه المفروض. يعني عارفه بتطلبي حاجات صعبه. لا مش صعبه خالص على فكره، على الاقل فتره الدراسه يعني دي مهمه جدا محتاجه تركيز عالي قوي، غير فتره الصيف، الصيف بيبقى عندي وقت. ده في الاعمار السنيه من كام لكام؟ لا ما احنا صغيرين لازم نعود ولادنا من هم صغيرين على الحاجات دي. بس حاجات سهله قوي، ان انا هينام الساعه كام ويصحى الساعه كام، التابلت والتليفون والحاجات دي ما يستخدمهاش قبل النوم بساعتين، الاوضه تكون هاديه، اجواءها هاديه ومريحه، تساعده على النوم. قد ايه الحاجات ممكن مثلا صور او صور ورقيه او قصص فيها صور يقعد يقلب فيها قبل ما ينام، فيسرح بقى في الصور الملونه والحاجات دي. على فكره الاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي، بس لو انا كأم بعمل الحاجات دي، ما اجيش اقول ابني نام دلوقتي وانا اصلا سهرانه بره فاتحه التلفزيون وعماله اتفرج على. لازم تبقي قدوه ليه عشان اما يبقى بيتابع طبعاً. وبيشوف يبقى يطبق وينفذ. حتى احنا بنقول افضل وسيله تعلم بيها الطفل اي سلوك ايجابي ابدا انا بنفسي اعمله الاول، ما دام انا عملته طبقته على نفسي حتى لو هدعي ان انا بعمل الحاجه دي، بس انا لازم اكسب السلوك الايجابي لابني من خلال ان انا اصلا اكون بعمل السلوك ده. نقطة أنا بس هسأل حاجة سريعة، تصحيح المفهوم، لأن ناس بتقول لك الدراسة أو الرياضة بتعوق الدراسة، ده يعني على ما أعتقد ده مفهوم خاطئ عند ناس كتيرة جدا، لو بنقول الحقيقة وبنقول الأمر ده حضرتك ممكن تقولوا لنا بشكل إزاي؟ الناس دول وحشين قوي. إزاي بس معقول شاب رياضي أو أي طالب رياضي، إحنا قلنا إن هي بتحسن الحالة المزاجية والنفسية والاجتماعية والصحة العامة بتاعته، فبالتأكيد كل الحاجات دي مستحيل تكون إعاقة للدراسة، مستحيل مستحيل. ليه بقى؟ طول ما هو عنده نشاط الدوره الدمويه عالي قوي، عنده الوظائف الدماغيه بتشتغل بشكل جيد جدا، فبالتالي حتى بيقولوا ايه طابور الصباح، ايه اللي بيحصل في طابور الصباح؟ دايما بيلعبوا تمارين رياضيه، فقد ايه التمارين الرياضيه دي؟ هنلاقي ان هي ما جاتش من فراغ، ده شيء مقدس في كل مدرسه من المدارس، لازم نعمل طابور الصباح. اي نشاط رياضي مهما كان بسيط، مهما كان لازم ابدا اعمله، علشان قد ايه بيكون له مؤثر بشكل كبير جدا على تنشيط الذاكره عندي، على الصحه العامه عند الطفل، بتزود عنده نسبه الاستيعاب بشكل كبير قوي جوه المدرسه. بالعكس بقى هنلاقي طالب تاني
ما مهمل في نشاط رياضي، بيروح الطابور بتاعه متاخر، بيطلع على الكلاس بتاعه على طول، هنلاقي ان هو دايما كسلان، حاسس بخمول، دايما مكتئب، هنلاقي ان هو مفيش، مش قادر يتحرك، مش قادر يقوم، دايما المجهود بتاعه قليل قوي او ضعيف قوي، فبالتالي استقباله او تحصيله الدراسي بيكون ضعيف جدا جدا في المقابل بطالب تاني بيمارس نشاط رياضي وحتى لو لمده 10 دقائق. قد ايه بتفرق كتير جدا في التحصيل الدراسي. المشاكل النفسية اللي بتصيب بعض الطلاب وبتصيب حتى الأهالي بيبقى ليها تأثير سلبي جدا على فكرة أصلا أن أنا ما بيبقاش عندي طاقة علشان أعمل كل ده، فدي مشكلة كبيرة، ويمكن في السنوات الأخيرة كمان في تزايد مع التزاحم مع اللي بيحصل في الحياة في العموم، فبتعمل طاقة سلبية إلى حد كبير في البيوت. إزاي ممكن يعني نتخلص اولا من الطاقه السلبيه دي؟ ازاي ممكن اصلا الاهالي تبقى قدوه لاولادها وهي ممكن تكون بتعاني اصلا من الازمه دي؟ طب خلينا يعني المشكله في الاساس اصلا. تمام. الصحه النفسيه بشكل عام ما فيش حد فينا ما عندوش مشاكل في الصحه النفسيه، ولكن الازمه الكبيره او ممكن نقول نحل المشكله دي من خلال هو انا ازاي بتعامل مع المشكله النفسيه دي؟ هتعامل معاها ازاي؟ من خلال اعرف ايه الحاجات اللي بتخلي عندي اصلا مشكله نفسيه. لو انا عرفت الاسباب دي هبدا ان انا اعالجها او اعرفها. يعني في ناس بتكتئب لما مثلا يحصل لها مشكله في الشغل، في ناس بيحصل لها مشاكل لو ضاع منها حاجه او اتسرق منها حاجه. تعاملي مع المشكله دي قد ايه هو له عامل كبير قوي في انها تخلص اصلا من المشكله النفسيه دي. طب الاطفال الصغيرين ممكن يحصل لهم قلق، توتر، اكتئاب، تباعد لا ارادي، قضم اظافر، شد شعر، مش عايز يروح المدرسه، مش حابب يروح النادي. هنلاقي ان في مشاكل كتيره جدا اطفالنا بيتعرضوا ليها. ممكن الام والاب ما يكونش عندهم الوعي انهم ابني ايه ده، هو في حاجه اسمها طفل يجيله اكتئاب، ده هو بيتدلع. لا، الصحه النفسيه فعلا ليها دور وعامل مهم جدا في التحصيل الدراسي للطالب او للطفل عندي. فانا كأم لازم ابقى عارفه ايه الاسباب اللي بتخلي ابني بيحصل له المشكله دي. هو ليه رافض يروح المدرسه؟ ليه دايما مهمل في حاجته؟ ليه ما عندوش تقدير لذاته؟ هل انا في البيت بعامله بشكل سلبي؟ هل في مشاكل دايما بيني وبين زوجي قدام ابني؟ هل بيتفرج على مشاهد عنف او افلام كرتون فيها ضرب او فيها دم او فيها مشاهد مؤذيه بالنسبه له؟ هل انا بتقدير ابني؟ انا كأم، كل ام بتحب ابنها، لكن طريقتنا في التعبير عن الحب دي هي اللي بتعزز عند ابني مفهومه عن نفسه كويس قوي. فالمفهوم الذات الايجابيه عند الطفل هي اللي بتخليه الحصن او الدفاع اللي بتخليه دافع عن نفسه ضد اي مشكله او اي ازمه ممكن يتعرض ليها. وخلينا نقول ان في المدارس انتشر حاجه مهمه قوي، ظاهره التنمر المدرسي او الالكتروني، دي مشكله كبيره جدا. مشاكلها واهمها مشاكل نفسيه مش مشاكل اجتماعيه. مشاكل نفسيه ازاي؟ ممكن يكون نتيجه ان هو يعني التنمر اصلا ان طالب واحد بيتنمر ضد مجموعه او مجموعه ضد طالب. طيب هو ليه بيتنمروا اصلا؟ هلاقي عندهم مشاكل في البيت، الطفل مش لاقي نفسه جوه البيت، دايما مهمل بشكل كبير قوي، دايما مفيش تعزيز، مفيش تشجيع. فالطفل اللي بيمارس التنمر على طفل تاني علشان يعمل ايه؟ يحصل على التشجيع والتقدير. ممكن يكونوا اهله هم اللي بيعملوه كده حتى في البيت، بيقللوا منه، فهو بيروح يقلل، بيمارس بقى على ضحيه، بيشوف ضحيه اقل منه، اضعف منه، علشان يمارس على القوه والسيطره دي. فلان معظم مشاكلنا الكبيره قوي في فتره الدراسه بتيجي نتيجه ايه؟ ان الام والاب طول الوقت مشغولين، مش منتبهين لاولادهم، على الاقل يحاولوا يقربوا من اولادهم الفتره دي، لان فتره المدرسه الطفل او الطالب بيقضي فتره وقت طويله جدا جدا عن البيت، فهو بعيد عندي، فوارد ان هو يتعرض لمشاكل نفسيه كتير قوي او مشاكل اجتماعيه كتير قوي، فانا اصلا في غنى عنها، لان انا لو ما عالجتش اي مشكله ابني بيتعرض ليها هتاثر على التحصيل الدراسي، المشكله معايا هتكبر وهتزيد، وبالتالي لما ابدا اكتشف المشكله لما ابني سنه يكبر هيبقى عندي اكتر من مشكله تانيه. صحيح، كلامك محترم جدا وكلامك مهم في فكره ربطه بالرياضه، لان في ناس دلوقتي ممكن تكون بتسمعنا فاكره ان ده ملف مختلف عن الرياضه، يعني اعتقد هم مش فاهمين معنى اللي احنا بنتكلم فيه، لان الرياضه مرتبطه بشكل كبير جدا بالعامل النفسي والصحه النفسيه. الصحه النفسيه هي البنزين اللي بيحرك اي حد، فاعتقد احنا بنتكلم في نفس الملف وملف مهم جدا، بس الوقت جري. شكرا ليكي جدا، معلش دكتور وسام نورتينا. وكالعاده انت معانا تقريبا يعني كنت معانا قريب تقريبا من قد ايه، 3 اسابيع حاجه زي كده. يعني ان شاء الله تكوني معانا تاني قريب. شكرا ليكي. شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا. الدكتوره طبعا وسام منير، مدرسه التربيه الخاصه بجامعه مصر، على هذه المعلومات الهامه جدا. وبالتاكيد طبعا يعني هنطلع فاصل ونستقبل ناقدنا الرياضي الاستاذ محمد همام، حديث مطول بالتاكيد عن الكره العالميه. ابقوا معنا.